تالي محطتنا هلا هي عن عالم الطفولة، حيث يشغل اللعب حيز كتير كبير من الأهمية عند الأولاد والأطفال، وهو استغلال الطاقة الحركية والذهنية، ويمكن يكون موجه أو غير موجه طبعا اللي باللعب اللي عم يقوم فيه الأطفال لتحقيق المتعة ويمكن التعلم بطريقة ما. تأثير اللعب الموجه واللعب الحر وشو الفرق بيناتهم لنعرف عن الإجابة معنا اليوم الأخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك. الخير، يسعد صباح صباحكم. البرد. صباح الخير والبرد والدفا. أهلا وسهلا فيكي رندا. بداية بدنا نحكي دائما عن مواضيع هيك جديدة ومتنوعة، وخاصة للطفل، وكتير الأمهات يمكن هيدي نقاط حساسة بتكون عندهم. خلينا نحكي عن اللعب عند الأطفال، في لعب موجه وفي لعب حر، خلص روحوا لعبوا. خلينا نحكي عن سوري عن الفرق، عن الفرق بيناتهم. دائما هو كلمة لعب هي بحد ذاتها هي حياة بالنسبة للطفل، وهي المفاتيح الأساسية اللي يبلش فيها الخطوات لحياته ومستقبله، ويستكشف المحيط اللي عايش فيه بغض النظر عن عمره وعن مستواه وإمكانياته. اللعب دائما في أو موجه اللي بيكون نحن عن طريق خطة، عن طريق أهداف، أسباب معينة، هدف قريب وبعيد نحن بنحطه من خلال لعبة مميزة لحتى يقدر الطفل من خلالها نقيسه فيها، أو بيكون حر اللي هو غير موجه، اللي هنا بيكون في مساحة حرة آمنة للطفل بشروط معينة نعطي فيها بيكون العنصر الأساسي فيها هو الطفل بحد ذاته، نخليه هو كيف نشوفه كيف بيكتشف، كيف بيلعب، كيف بيستخدم الأدوات الموجودة. بيعتمد اللعب الحر بطريقة كتير كبيرة على خيال الطفل وعلى إمكانياته وخبراته السابقة. من هون نحن دائما اللعب الحر أو الغير موجه هو بيكون الخطوة واللبنة الأساسية اللي بتخلينا ننتقل فيها للعب الموجه لحتى نقدر نحن نحط خططنا ونشوف وين نقاط القوة والضعف عند الطفل. طبعا عندها يمكن كمان كثير من الاولاد بيكون عندهم شويه خجل اذا بدهم يلعبوا، وفي وجود مراقب يعني عليهم. شو بتنصحي انت الاهل انه يكونوا مراقبين من بعيد لبعيد بدون ما يشعر الطفل، ولا يكونوا فعلا مراقبين عم بيعلموهم انه هي اللعبه بس كمان انه موجهه للتعلم، لا مو بس للمتعه وللتعلم كمان؟ هلا دائما في عنصر اساسي بيكون بالشخص المشرف او الاهل او الاب او الام، اي شخص هو المشرف على اللعبه، او سواء هو اللي ابتكرها او سواء هو اللي حطها لحتى ياخذ اهداف معينه من الطفل. في ميزه اساسيه لازم تكون فيها انه هو ما يكون شخص بموضع المراقبه او بموضع اللي عم بيدير هو العملية أو اللعبة، لازم يكون هو جزء منها ويكون دائما مراقبته أو ملاحظته، خصوصي باللعب الحر تكون دائما غير مباشرة ودائما على مسافة من الطفل، ما يكون في بيقرب منه ولا يعطي أي نصائح أو إرشادات فيها. حتى لما بننتقل للعب الموجه لازم يكون هو كدوره بس يشرح بشكل عام اللعبة ويعطي قوانينها العامة، وبعدين يعطي المساحة للطفل ويكون هو شريك معه باللعبة، ما يكون هو المشرف اللي عم بيلقي بس الأوامر عليه، لأنه بالأخير هي لعبة، هي نحن اللعبة هي يعني تسلية ومتعة وتعليم وتطوير للطفل. صحيح رندا، مثل ما قلتي دائما خلينا نقول اللعب الحر احيانا بيأذي، يعني المساحه الواسعه اللي بيعطيها الاب والام لطفلهم هذا الشيء ما هو ايجابي ببعض الاحيان. بيقول لك ايه يلا خليه يلعب، اذا ما وقع الولد ما بيكبر، من هذا الحديث اللي كثير بيحكوه. فقديش هدول معلومات غلط، احيانا ممكن الالعاب تأذي، يعني لو حاطينه فرد خرز خلينا نقول بحطه بعين رفيقه هيك عم بيصير. رندا قديش كتير مهم انه يضبطوا هذا الشيء، لا مو الولد اذا اعطيته هذه المساحه بيفرغ طاقته، احيانا بيأذي حاله بيأذي رفقاته. تماما، اي مساحه بتكون موجوده لاي شخص سواء طفل ولا بالغ دائما لازم تكون لها حدود، نحن هاي الحدود نحن بنحاول نتوسع فيها،
كيف ما بالك ما يكون طفل صغير. دائما انا لما بعطيه اختيارات او احتمالات لازم تكون احتمالات، يعني الاحتمالين اللي انا بعطيها هون لازم يكون الاثنين انا موافقه عليهم، والاثنين انا بقدر اقدمهم، والاثنين مامنين لهم حمايه ممكنه للطفل. فانا بعطيه اختيار من اشياء انا اساسا من الاساس هي حدودي اللي انا فارضتها. فدائما هيك حتكون في مساحه دائما نفسيه ومساحه معنويه ومساحه مكانيه بالمكان. انا ممكن كثير ما يكون عندي امكانيات ليكون عندي مساحه كبيره لاعطيها لطفلي. في فرق كثير كبير ما بين اقول له هي مساحتك يلا العاب، بتكون مثلا الارض خطره او في عوامل اساسيه مثلا برئيس كهرباء، تمديدات معينه اللي هي دائما بتجذب الطفل، لانه نحن دائما نكون متاهبين انه لا ما تقرب عليها، فهو اول شيء رح يلعب او يخطر له انه يجربها. لهيك نحن دائما لازم يكون في عندنا حدود امنه اساسيه بالمكان اللي بده يلعب فيه الطفل، بغض النظر اذا المساحه المكانيه ضيقه ولا واسعه، هي لازم تكون عناصر حمايه متوفره على ارتفاع تقريبا خليني اقول متر اقل شوي، وبنفس الوقت الارض تكون اذا وقع انه ما في انه يلا اذا وقع بيكبر اكيد كله رح يكبر، بس في فرق ما بين يوقع ويؤذي حاله ويضل هو وكبير معه مرض او ازمه او يكون بالعكس انه يكون لا وقع وتعلم من وقعته انه لا معلي بصير هي مقاومات احباط ضروريه يمر فيها، ولكن مو تعطي احباط ليضل معه طول عمره. نعم. رندا، طب شو الاعمار المناسبه للعب الحر واللعب الموجه؟ يعني خلينا شوي نعطي معلومات للاهالي، باي عمر ممكن يكون في لعب موجه وباي عمر في لعب حر؟ من اي عمر بيبدا، من هو صغير، من اول ما بيخلق الطفل ببلش مع ماميته تبلش تحاكيه او تعطيه اصوات او تهز له شيء قدامه او تخبي له اشياء وترجع تظهره. من هذا العمر لحتى ما يكبر دائما بنبدا بالحر لحتى نقدر نحط الخطوات الاساسيه اللي نحن على اساسها بدنا نبني الخطه تبعنا باللعب الموجه، وبعدين ننقل للموجه. دائما بنبدا باللعب الغير موجه والحر اللي بيعتمد على اكتشاف الطفل وخياله، بعدين ننقل للموجه اللي كنا نحن عرفنا نقاط قوته وضعفه. رندا، خلينا نحكي هيك، عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي مثل هيك نهفات للاهالي انه مثل انه بحطوا قدامه للولد كاسه الشاي او فنجان القهوه وهي عارفانه انه حيكبه، بس يكبه بتقول اذا كنت حاسه او عارفانه انه انت رح تكبه. يعني هيدا الشغله انه قديش مهم انه ما نحط قدامهم هيك قصص للولاد ويلا على كيفهم انه فيكم انتم تعملوا لكم اياه تكسروا هدول القصص. يعني شغلات مثل الازاز، مثل الكاسات المي السخنه، كثير سمعنا انه حالات بيلعبوا الاولاد بقلب البيت وبتكون امهم حاطه الطنجره مثلا وبتقلب الطنجره. كثير هي القصه مهمه، يعني قديش صار جانب من الحمايه الاساسيه تماماً اللي موجوده بالبيت. هي ما عاد صار هون انا لما بحط القواعد الاساسيه سواء بالبيت او بالمدرسه بالروضة، انه انا دائما بحط بفرق تماما. مكان المطبخ ممنوع تدخل عليه تماما، ممنوع تمسك هي، وما بقول له ممنوع بس لانه ممنوع، لا انا بدي تمام اشرح له تماما انه هي اذا مسكت مثلا السكين فهي ممكن تاذيك لانه عمرك صغير، انت لك السكين خصوصي، في العاب صح خصوصيه للاطفال فانا صح بعطيها، بالعكس هي المخصصه للاطفال اللي هي بلاستيكيه او ممكن تكون بتشبه الحقيقيه بس ما لها حد، هي كثير اساسيه للطفل لحتى يتطور عنده خياله والتخيل عنده. نعم. خلينا كان نحكي عن نوعيه الالعاب الموجوده هلا يمكن بالسوق، والاهالي لما بدهم يختاروا انه يبتاعوا لعبه لاولادهم كهديه لمناسبه لنجاح انه طلعوا اسنانه وبلش يمشي، نوعيه الالعاب الموجوده هي دائما يا مؤذيه يا بتصير فيها كثير قصص، والولد يعني اذا ما كان اهله منتبهين له عم يبلع قصص فيها صح، يا اما عم تكون عنيفه. فخلينا نحكي عن النوعيه، في كتب في قصص، شو بتنصحي انت رندا الاهالي بالاعمار يمكن اللي مبلش فيها بقى بده يفوت على الحضانه؟ ايه تمام. هلا الفكره هون انا وين عم بحط طفلي، شو عم بيشوف، هو منين عم بياخذ خبراته؟ لما هو مثلا كثير بيتابع برامج فيها عنف او العاب معينه فيها مثل ما ذكرتوا فرد او ادوات معينه، فاجباري حيكون هذا طلبه وهذا اللي حيلحق عليها. نحن اغلب اللي بنسمعه من الاهل انه
انا عيد ميلاده بدي اجيب له مثل ما ذكرتي مثلا فرد خرز، انه طيب هو منين شافه وباروده ايه انه هو منين شافه، ليه ما في عندي انا الثقافه المنزليه انه انا وجهه انه ما يحضر اساسا لحتى ما يرغب او يكون بده اياها. نفس الشيء على فكره بخص الموضوع بالاكلات اللي فيها مواد حافظه كثير، الشيبس وهدول اساسا انه هو ممكن ما يكونوا موجودين بالبيت بس هو بيتابع اعلانات معينه ببرنامج طبيعي عليهم تمام فبصير بده اياها. فلهون انا دائما بحاول الاقي بديل، وما عليه ولو فرضت انه لا هذا ممنوع هذا ما نحن ما بنلعب فيه، خصوصي انه هلا كثير نحن في عنا اعتناء بهذا الموضوع، وين ما رحتي عم تلاقي بوفره، بالاول ما كان في هذا الوعي، وين ما بتلاقي في لفئات عمريه مناسبه بتقولي له انا بدي لعبه لعمر كذا تكون تعليميه، فورا هو حيكونوا كلياتهم عندهم اطلاع ليعرفوا ويدلوكي على الاختيار المناسب، فهذا صار كثير متوفر وحيلفت نظر الطفل، الطفل بهمه الالوان، بهمه الاشكال، بهمه يحس بالانجاز انه هو لما حط شيء بمكانه او ركب بازل معين عمل انجاز وطلع حلو ونحن حنشجعه عليه، بعكس ما يكون مثلا يأذي حدا بفرد معين ونعاقبه. هيك عم نشوف الاولاد، يعني دور الاهل هو مثل ما قلتي بيلعب دور كثير كبير، احيانا بنشوف بالبيت في فوضى، يعني عارمه الفوضى بالبيت، فالطفل بيضيع وين شو ما بده عم يمسك، شو ما بده عم يلعب، بشوف اخواته الاكبر منه شو عم يعملوا ممكن يقلدهم. يعني قديش الام لازم تكون لو في فوضى بالبيت بس تعطي شوي هذا الطفل وقت، لانه يعني عم يصير مصايب من وراء هيدي الشغلات، وينه ما بنعرف وينه، طب انت شوفي ابنك وينه، او كان يكون على السقيفه صار بس انه على القليله بس تقدر تنتبه عليه، قديش مهم انه تقدر تشوف ابنه تراقبه شو عم يمسك بايده. احيانا حتى في العاب بتاذي له، ممكن يحط شيء بإذنه بانفه، هدول القصص كمان. هلا الفكره هون انه بتلاقي في نوعين من الامهات، او مثل ما قلتي البيت فوضى فظيعه بكل مكان، او بتلاقيها بالعكس بزياده هي كثير ما بتخليه ما بتعطيه مساحه انه يترك قلم تلوين بمكانه، فهذا غلط وهذا غلط. دائما لما انا بخصص مساحه للطفل بالبيت، اوكي هو انا مثلا بيتي صغير ما عندي غرفه تكون خاصه لطفلي، في زاويه في ركن بالبيت هو هاد انت حر تعمل فيه شو ما بدك، من شروط اللعب الاساسي سواء موجه او غير موجه انه ينهي اللعبه لحتى نحن ما نوقع بمشاكل بالمستقبل، دائما يبدا باللعبه ينهيها يرجعها لمكانها وياخذ اللعبه بدالها. هي اصعب خطوه يمكن رندا عند الاهل تماما، هي بالتقليد والمحاكاه بتعطي انجاز كثير منيح، والاصرار لما الام تعطي لعبه وحده ترجع بعطيك غيرها، ما في انه يي حبيبي نقي شوي يلا خرب البيت ايوه، فلا يعني لازم يكون عندها ثبات بقرارها وهو حيتجاوب معها، كل ما كانت هي حازمه بلطف حيكون هو كثير متجاوب معها وايجابي. مثل ما حكينا بنرجع للزاويه هي امنه بيقعد بيلعب فيها، ولو قد ما صار فيها فوضى فهو حيرجع يدبها، اكيد ما حيطلع منها ليدبها ويرتبها لحتى ثاني يوم يرجع يلعب فيها. في شيء كثير اساسي انا اغلب الاهل بيسالوني عليه انه انا كم لعبه احط له، انه اوكي بتعطي له ما في داعي كل يوم اشتري له اللي هون ايه؟ في زينب سله عند كل ولد، السله بتكون مليانه من فوق لتحت، بيمسك الولد وبيقلبها تماما يعني ايه وبيضيع كمان تماما فعلا هذا هذا الصح، يعني هذا الشيء الحقيقي اللي عم متوارثه بتصير بين الاخوات عرفتي ايه. فلا انا هي السله بخبيها بطلع منها بس لعبتين ثلاثه، متى ما لعب فيهم ببلش بمل ببدلهم بخبيهم برجع بطلع له لعبه قديمه، ما في داعي اشتري له لعبه جديده تماماً. لازم يعرف تماما انه انا اي شيء له قيمته لحتى هذا كله بتلاقيه الام لبعدين بالمستقبل طفله. اكيد رندا شو بتحبي توجهي هيك نصائح لكل ام اليوم، وخاصه بتوجيه اولادها باللعب الصحيح؟ عم نسمع كثير حوادث على مواقع التواصل الاجتماعي بالحقيقه، كيف فيهم يكونوا فعلا واعيين لهي القصص اللي ممكن ما تخطر على بالها او بتكون من غير قصد للام؟ هدف اللعب انه يكون في حركه، مو ضروري انا اتكلف لانه يي انا خلص هلا ما عاد بدي اسحب الموبايل من ايده وجيب له لعبه، لا اسحبيها ما في داعي، لعبي انت وياه، خلي دائما اذا كان صبي خلي يكون في عنده نشاط مشترك مع ابوه، هو هي اللعب حياه، اذا راح شاركه باي نشاط عمله للبيت او للام فهو هذا بمثابه لعب وتطوير لمهارات الطفل. نفس الشيء بالنسبه للام، ما عليه تقضي وقت مع ابنه.
تمام. يعني رندا ما بعرف زينب دائما نحن بنكون مع رندا بمواضيع كثيره. أكيد رندا نحن نتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، ونتمنى من كل الأهل يمكن سمعوا هالنصائح، وفعلا أي خلل بيشوفوه بتصرفات الأطفال دائما نقول لهم دائما روحوا على أخصائي اجتماعي حتى يحسن هذا السلوك قبل بناء الشخصية. تمام. فشكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله هيك بالحلقات القادمة نتوسع بمواضيع عم تشغل بال الأمهات حاليا بهذا الوضع أكثر. شكرا لوجودك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك يا رندا مرة ثانية.